السلام عليكم ورحمة الله، معكم فقط مرجعكم اليوم بمقطع جديد. ومقطعنا اليوم عبارة عن فلوق الاختبارات النهائية. الله يعين جماعة الخير على الاختبارات النهائية. ولكن قبل أن نبدأ المقطع يا جماعة الخير، لا تنسون لايك واشتراك إذا عجبتكم بهذا. الله يسعدكم ويعطيكم العافية على دعمكم. فلوقنا اليوم كذا يعني تغطية عن الاختبارات النهائية وزي كذا، فما يبطل عليكم مقطع، خلوكم مع فلوق. سلام عليكم، صباح الخير جماعة الخير. اليوم الثاني جماعة الخير، أمس ما صورت لكم مرة يعني اعذروني جماعة الخير، ولكن اليوم بحاول أصور. فيلا ما نبي نتأخر، باقي نص ساعة على الاختبار اختبار فيا جماعة الخير متجهين إلى الجامعة. فيلا إذا في شيء أصور لكم إن شاء الله بصور لكم. فيلا جماعة الخير، تم شق اختبار بنجاح، اللهم لك الحمد. الحين باقي اختبار بكره، هو اخر اسبوع، اخر اختبار من هالاسبوع. واصبر الله يحر، ايه اخر اختبار من هالاسبوع، بعده ثلاث اختبارات الاسبوع الجاي. الله يعين، الله يعين على اختبار بكره. والله هو صعب صعب. ماده عن الحشرات يا اخي، انا ايش دخل امي ادرس على الحشرات؟ لكن يلا ملخص لنا يعني، قال متساهل معنا. الله يعين، بس الله يعين على بكره. والله يقلق، ودي الحين انا بكره تو طالع من اختبار والله هو هم هم هم، قسم بالله هم. والله يقلق قلق قلق، لكن سهله سهله الله ان شاء الله سهله الله. وجه الاجابه العيد جماعه الخير. شوفوا، هو الاسئله سهله، والله الاسئله سهله، بس انه يحسسك انها صعبه، ما ادري شلون كذا تجيك اسئله سهله بس انها تقل صعبه يا اخي. ايه يقول الشاعر، اذا الاختبار سبب لك حزن فان الذي يفرحك هو البطن. الله، فيعني وشو يعني؟ راح افطر، ما بيطلع عليكم، خلونا نروح نفطر ونغير نفسيه، وبنفس الوقت يعني جوعانين صراحه يعني، فرايحين على ما شربت الا ماء، فجوعان مره. يلا البطن فاضي فاضي. طنب، اسمع اسمع طنب خير، تونا مخلصين من بغيت اقول من فلوق، تونا مخلصين من اختبار. والله وصح الحمد لله، شقنا وشق، اللهم لك الحمد. واذا علي بوري مزكم يا جماعه، يوم اقول لكم امس انه ابا اللي اختبار اشعرك بالحزن يرضيك البطن، ما ادري ايش قلت امس. قال لي بفطر ولا افطرت، فاليوم والله اني جوعان فيبغالي افطر والله. فرايح الاقرب بوفيه واخذ لي فطور جميل ويؤكل بالملعقه. بالله ابو فطور ياكل بالملعقه، قصدي يعني صمولي ياكله. خلاص والله عاد تعرفون جوعان، تعرفون فصلات الجوع يعني، فخلاص خير رجعنا لكم. طبعا اخذنا لنا فطور، الله الله على الشاي حليب، كم هو لذيذ ويشرب بالفم، ما ابوهم يشرب الملعقة ما تجي. اعتذر اذا التصوير يهز او في يعني كطر بالتصوير، في صوت يطلع زي كذا لاني مشغل المكيف والمكيف للسيارة تهتز، فتعرفون الوضع حر وزي كذا، فما ادخل قطف في المكيف ولا ودي افتح درايش، لاني لو فتحت درايش ازعاج سيارات وايضا حر بعد. راس خير جباتي ومن داخل دجاج بالجبن. قلت ما اكلتها اول ما تطلع على طول، والله جوعان. وخدت لي ماء جماعة الخير، شايفين خزان بماء ما شاء الله يكفين شهر كامل. طيب يا جماعة الخير راح افطر واخلص من الفطور وارجع لكم. صباح الخير يا جماعة الخير، من اليوم القبل الاخير جماعة الخير، علينا اختبار اليوم وبكره، بكره هو اخر اختبار. فجماعة الخير بما انه على اخر الاوقات يعني وعلى اخر اختبارات، راح اصور لكم باذن الله وحنا نذاكر حنا ذا، وراح اخذ اللقطات الحلوة وراح احطها لكم. فبس ما نبطل عليكم، خلونا نروح الى الجامعة. في ندب اصبر ما تبان الا جاب هاك. هاي جايز، خلني اقلب عليه انا نسر. يلا يلا عليك يا مالك، مذاكر هو مذاكر حافظ الملخص كامل. ابغى التطعيم للحمى المخية الشوكية.
انت ليش تروح تطعيم؟ مالك شغل. فايروس حمى شوكية. لا الله عليك. طيب يلا لقاح درون الرئوي. درون وش درون ده؟ درون الرئوي، السلة الرئوي. صح. لا يا حمار هذا اللقاح حقه. اللقاح حقه في سي اتش او جي. إيه طيب 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 غير لقاحات روح. طيب شوف والله لقاحات يا اخي والله صاير لقاح برمي انا. ارمي برمي. صح خطا صح خطا. التطعيم المستخدم ضد الحمى المخية الشوكية هو البي سي اتش. صح. لا خطا يغبي هذا حق السلة الرئوي. والله اني بجيب الميزة. تزداد القابلية لعدوى السلة الرئوي بين الأبطال السل 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 كل واحد بين الأبطال ومصابين الإيد. صح الخطأ بشي؟ ما أفهم. تزداد القابلية لعدوى السل الرئوي بين الأطفال ومصابين الإيد. صح الخطأ. صح صح عليك. صح عليك قصدي. والله أني ما أفهم. العدوى فقط مباشرة للحمى الشوكية. العدوى مباشرة فقط للحمى الشوكية. خطأ. صح انه صح مو خطا. صح انه خطا. لا مو بصح انه خطا. صح عندي في الاجابات يعني خطا عليك. طيب خطا انت تقول خطا صح انت تقول انا قلت لك الاجابه صح. طيب طيب اذكر ثلاثه من الاجراءات الوقائيه ضد الحمى الشوكيه. اذكر ايش؟ ثلاث اجراءات وقائيه ضد الحمى الشوكيه. اول وحده كيف صحي هذه؟ حلو. اثنين تطعيم موسمي. ما لا وش 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 مخية شوكية. مخية شوكية. ايه لقاح. لا الا اللقاح. لا طلع طلع الحين يا الله. طيب انا مسجل اللقاح. حلو. طيب انت مسجل اللقاح. كمل. شيء صار كورونا ايش سووا؟ لقاح. لا عزل. منعوا الازدحام. من الازدحام زعل عزل. وين كم صفحته؟ الامراض المعدية المنقولة بواسطة الطعام والشراب. ابغى الحمى الملطية. وش منشأها؟ حسب بيقول تعريفة قد أدركها الحين. وش منشأها؟ منشأها؟ اي الحمى الملطية. حيوانات. حيوانية الملشأ. والله اني صح. يعني منشأها هنا. لا لاني اعرض التعريف انه حيوان. طيب والتعريف؟ وش هو مرض معدي يصيب حيوانات من ثم ينتقل للإنسان. طيب ويصيب الأمعاء الدقيقة. حلو. الثانية. يا قوي. طب والعامل المعدي دقيقة. ها؟ والعامل المعدي أنا بتجاهل. العامل المعدي حكيم. بكتيريا. عصوية الشكل. عصوية من مجموعة مين؟ الأولمبوس. البروسيلا. الأولمبوس. والله ما أدري أنت مسمين كذا. طرق انتقال العدوى. طرق انتقال العدوى. عدوى مباشرة عن طريق مين؟ ملامسة. كذا يعني تلامس حكيم واذا كان مصاب تتصاب. ايوه تتصاب. وعدوى عن طريق الهواء الملوث. غير مباشر. غير مباشره. لا قال غير مباشره. لا هذه الى الان احنا في المباشره. ايه. عدوى مباشره عن طريق ملامسه حكيم. ايه خلاص انت. وعدوى عن طريق ملامسه الهواء عن طريق الهواء الملوث. ايه. خلاص ملامسه المريض وانتهى الموضوع. طيب والغير مباشره. والاختلاط. والغير مباشره. اختلاط. شو اسمه؟ اختلاط. تلميس ادوات. سلام. قالوا لك بالحيوانات. بالحيوانات يعني العدوى الغير مباشره بالحيوانات عن طريق تناول الحليب او لحوم حيوانات. توني ماكل اساي. طيب تطعيم. تطعيم هذا الحمى الملطيه يوجد ولا ما يوجد؟ الحمى الملطيه الا يوجد. لا 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 يوجد. من قال؟ ما يوجد للانسان. لا لا لابوه للحيوان موجود. اي طيب اقول لك لا يوجد للانسان. لا ما قلت اخر شيء قلت للانسان انت. طيب خلاص انت ايش تبي تطعم بالحيوان؟ انت الحين هنا اطعم الحيوان عشان ما ينقل لي بالله. طيب الاجراءات الوقائيه. اجراءات وقائيه؟ جاكم صالح. لبس الكمام. صدق الله. بخصوص انه ما في لبس الكمام. طيب التطعيم. التثقيف الصحي. كذاب. والتثقيف الصحي للمزارعين. سلام. والطهي الجيد للحوم ومسترة وغلي الحليب وفحص الذبائح في المسالخ. هذا احنا درسناه. اي درسناه في شيء مدروس.
يا رجال هذا ما ذكر له صفحتين جايك كم باقي حر هو انا طفيت الكي طيب ايوه يقول لك ضع علامه صح امام عباره صحيحه وعلامه خطا امام عباره خاطئه سميت الحمى الملطيه بالحمى المتموجه بسبب حدوث الحمى بشكل متقطع وغير متنظم صح ولا خطا متنظم مو منتظم متنظم ومنتظم كلها نفس صح 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 طيب تعد الحمى الملطيه حيوانيه المنشا اي انها لا تنتقل الا من الحيوانات المصابه بالعدوى الى الانسان صح طيب انا ما افهم ايش يقول اصلا سميت الحمى الملطيه بداء البروسيلات لان العامل العدائي هو هو بكتيريا عصويه تشكل من مجموعه البروسيلا صح لان قلت بروسيلات صارت من مجموعه البروسيلا واو طيب مرض معدي الحمى التيفيه مرض معدي حاد يصيب ايش يلا يا مذاكرين الكبد هذا الكبد لا يصيب الامعاء الدقيقه يا حيوانات يا اخي مش كتو قايله انا كذاب ترى هذا شتتنا ترى احنا مذاكرين صح الانسان لا الامعاء نفس الشيء يا بقر كل شيء عم دقيقه الامعاء الدقيقه انت عارف اسمه اول طيب العامل العدائي لا الحمى التيفيه هو يسلم ماله لحظه صمت سالومينيا تيفي سماك سلموا لمنيا سلموا لمنيا طيب وهنا قال لك الباروتيفي دي دي هذا ما انت تقر زين بعدين يا اخي صعب شوف اقر يلا يلا اقر مو بجاي يلا يلا ابراتوفو نوفو اي شيء صعب خلاص صح انا يا اي شيء صعب مو بجاي طيب متلازمة هذا بيجي متلازمة بيجي باختبار ذا متلازمة العوز المناعي المكتسب الايدز ما ادري قرب ما تبطلع متلازمة العوز المناعي عوز مناعي والله العوز والله مكتوب العوز وش العوز مصري هو اسأله انا حبايب اهل مصر حبايب اهل مصر مرض فيروسي معدي يصيب مرض فيروسي حاد ما في كلمة معدي مرض فيروسي حاد يصيب الحيوانات من ثم ينتقل للإنسان حيث يصيب مين؟ حيث يصيب الحبل الشوكي لا الجهاز العصبي الجهاز العصبي العامل العدائي العامل العدائي لفيروس داء الكلب ما ادري من هو العامل العدائي اخو عليه فيروس داء الكلب فيروس داء الكلب طيب والعامل العدائي للعوز المناعي المكتسب عطني اجراءات وقائيه وش قتل الكلاب المسعوب لو تكتب كل الجنس قضاء على الحيوانات المصابه صح ايوه كيف صحي صح اي شيء كذا صحي والتطعيم باللقاح هذا حق داء الكلب يلا توكلوا على الله شباب نروح نختبر وننشق ونجيكم يلا يا جماعة الخير من اليوم الأخير اليوم الأخير المفروض أن يكون نشيط أنه خلاص آخر اختبار وزي كذا لكن ما أدري وراه ما دايخ وتعرفون واضح من وجهي أني دايخ وذا المهم ذاك على الخفيف الحين وبعده نوجه إلى اختبار عدنا الحمد لله اختبار إن شاء الله بإذن الله أنه سهل بإذن الله تكون ختامية اختبار تكون ختامية مسك ختامية تامها مسك فتعرفون دايخ زي كذا فما نبي طول عليكم راح اترككم مع ممكن احنا نذاكر ممكن نذاكر قاعد بصور فيلا السلام عليكم هلا والله حيو شو انجليزي انا مسوي له مساله ما شاء الله عليك الله لا يضرني خلاص يلا ما شاء الله اي شيء على طول انا مسوي انا مسوي على طول ما شاء الله وانا بعد ماسك كبير انت ما تطلع دخلنا هاي 23 ما تطلع ما له دخل طيب خلاص خلاص طيب يلا 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 الفول نيم اسئله متوسطه الفول نيم الاسم الفول نيم يعني وش الجواب جاب لك الخيارات ايه جاب لك مثلا علي محمد لا علي جاب لك الف علي جاب لك الجواب باء صالح محمد الحميد حلو جاب لك الاخيره بن اكيد طيب لا فلنين تكتب الاسم كامل بالله احلم تحسك بالله احسبه لانه ما كان معنا الا كان معنا بالتحديد الاخير طيب فلنين اي صح انت مداوم اليوم انا ما داومت فيه بعد اوكي كات طيب كات لا قال لك ال امشي قطيتها طيب ما اعرف عادي اللي هي جنسيتك طيب لا جاب لك قال لك
لا جاب لك قال لك وعجبني مقطع كل ما لا جاب لك قال لك سعودي هاي لا جاب لك سعودي طيب حياتي مره ثانيه لا جاب لك قال لك سعودي ولا جنسيتك قال لك سعودي ولا قصيمي ولا الكينغدم قصيمي دولة القصيم سعودي طيب السيف بيعطيك كذا صفر شكل هذاك الشكل المخروطي المخروطي ايه وشو ايه ها ترى مو جايبين فراغ يا عيال اعطوا خيارات نعطيك خيار لا لا سلندر سلندر طيب لو جاب لك مثلث اذكر اسمي اذكر اسمي على طول اذكر اسمي انا على طول ترينجر تي ار ترينجر 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 انا قلت اذكر لو جاب لك مستطيل مستطيل لا منطقي بدايتها ار اي لو جاب لك مربع اسمه سكوير 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 انت ما تبان هذه اصعب شيء انا ما تبان انت انا اي انا وخرت طيب اصبر وشوف سلم عليهم ناظر ناظر عندي زوم علي يا اخي بالمنتج اي ما عليك لا لا ما تقدر ما يمديك تقدر اصبر هاي بدف ارفع تقدر تقدر ونزل ذي نزل مرتبه ارفع 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 نزل المرتبه ارفع 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 نزل المرتبه كذا يبي مبدر شفت الله لا لا شوف نزل مرتبه والله واضح خلاص اطلع كذا على وجهك يلا اطلع طلعها 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 لا لا دي ايوه يا حبيبي احنا نطلعها وانا باين عاد يلا بتطلع والله ما تطلع 23 طيب حتى لو بجيب اختيارات انا ما راح اعرفها شو ايش معه شو ديسبلاي يعني احمد شو ديسبلاي طيب ايش بلاي فيها لعبه شو تسوي شو تلعب كذا مثل صور مثل لا صور ذا رياكين ايه كذا فهمت يعني شو فهمت شلون ايه والله الربط الخايس اوريكم رياكشن بعد شوي بيجينا بالاختبار لا هذا اخر الحين وانت تحاول تذكر الربط اللي ربطته ربطته ربط كبرى ناسيه واحد الرياكشن اللي يقول نسيت دعاء النسيان اذا جيت تقول دعاء النسيان نسيت طيب طيب خلاص اوكي خلاص نرجع نراجع حق الامر حقك تاكدنا من لا حق الامر الدو والدز ايه شو فيها دو شفت الدو والدز ما تجي في امر الا لا شوف هي يا تجي سؤال يا تجي نفي والنفي والسؤال كلها سهلات اصلا ليش قاعد امسك تسولف ما هذه ما اكثر من ذاكره قوه وش الاشكال ذي احمد ربك بعد والله ما قصرهم ترى جبن وش ذا الحين هذه مذكرتني هذا مذكرها هذا وش هذا شكلها هذا وش ذا وشو هذا وشو انت قلبها هذا مكعب عاد هذا مكعب ايه طيب عشان تفرق الا انت تقول نو يعني لا تنفي تحط نات جنب الدو مو بجنبها بعدها بعد الكلام تكتب نات جنبها يعني بعدها نفس الشيء ايه هنا تحط نو ذي دو نات طيب طيب يا ما جزات له طيب ابدا صح هذا فاهي اصلا طيب الخيار يعني الحين جاب لك السؤال طيب انت تسوي بنت احس اني فخم يا جماعه لا تستركون علي شوف علي شوف هاي تكفى نزلها نزل هاي نزل لقطة بدر ويقول يا جماعة لا تشتركوا لا تشتركونا قناته خايسة ما يمنتج شوف بي هاي هاي من قولي ما يمنتج بيحط لقطتي ما راح يمنتج بكي ما راح يقف شيء تبون تدرون انه ما يمنتج حط لقطتي هاي يا تذب اشتركوا اشتركوا واذا ما تشترك واذا ما تشترك لا اه اشترك كفو والله صد صد كلماتك اخر اختبار مو بمهم الله انت هذه كلماتك اختبار ها كلماتك الاخر اختبار مو مهم لا انا صدق This is my dad صدق This is my dad This is my dad وبكذا خلصنا خلصنا وفسخت التيشيرت لانه حر مره حر كيف اختبار والله فنان هلا وغلا وبس هلا كيف اختبار كيف اختبار اوه جوب والله فل والله فل ابتدائي يا رجال جا الكريه يلا مشينا سيارات يلا يلا خلاص بعلي خلاص بعلي كيف اختبار
يبي خمخم اي واحد مره تستاهل والله يا بلا وربي نايس وربي نايس وربي وربي يا واد ايش بنا يا هو يا واد كيف الاختبار يقول لي مره يقول لي مره نار حريقه عيال مفقدكم قهر 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 مفقدهم يا عيال شهر بدونكم شهر قهر يا اخي قهر شهرين قصدي شهرين بدونهم يا اخي قهر يا الله تعال لا تنسوا اللايك ايوه مستاهل كيف قناتك عاد عاد لا قل لا قل, قل يلا مع السلامة مع السلامة اصبر بكمل هناك وش مستعجل ان شاء الله والله مستعجل على السفرة بوريك شيء بوريك شيء ايش تبي انت جاي مو تبي تروح دخلت بعيني انا جوردن جوردن تدري كم سنة جوردن اللي جو لا تدري كم سنة هي اللي تتمسخر 5000 ريال يا حيوان يا كلب قط اللوحه ما شاء الله ايه شوف رطط 7-1 7 وش ذا هذا اللي بيهج ما صدق خبر انه قضى كذا يا جماعه الخير خلصنا مقطعنا اليوم او فلوق هذا ممكن تقريبا اطول فلوق بالقناه والحمد لله خلصنا اختبارات شهرين الحين اللهم لك الحمد تعبان وحر قسم بالله حر فبنهاية جماعة الخير لايك واشتراك وتفعيل جرس الانتباه الله يسعدكم ويعطيكم الف عافية على دعمكم وبس ان شاء الله عجبكم هذا الفلوق بالنهاية مع السلامة.